ناوی خوای میری مزن بینرانی عزیز و خوشویسی کانالی آسمانی پیام درود و سلامی خواتان لسر به خوما ما بختور دزنین که برای کی تر لبرنامه میوانی روشالات بینو به میوانی مالکانی اوی عزیز و خوشویست اما لقی برنامه دریج پیدان به اوتویج لگل جنابی موسا عبدالرحمن یعقوبی مدیری نشر احسان و اندامی کتی زنایانی اسلامی جهان موسا یان سلامت عرزکین كبو ألقي شوارم وآخرين ألقي لخزمتي إيوينو درفت ببخشي وعليكم السلام ورحمة الله يا أخوة بخير بن سرچام لخزمتي جناب تاني موسى يا أقر جناب تان بن ب يعني مدالي زياريني خوتان وكو نشر إحسان وكو موسايكي دلسوزي دين وملات بدن بكتب بك لكتب خاني خوتان كتابتان كردو بكام كتب تاني هذا اتمن بولین خوش وکو منالک په بل دای خوش شویسی مناله نا ام هم منالات شنه کم یانه بار فرمو من بعض کتب ها اونده من بو خو ما ازان مفید یان ازانم جایگاهی کی باشن ها بزور سخته بلامو ترجمه دم دهم کم یانه مدار به کم یانه بدره زور سخته بلامو مجموعه او کتابانه کمن و ازانم باشه تشهد وای بتوان انسان تشخیص بده و دانه کن با عنوانی کتابی مدال و رگر بالاخره انتخاب که من بازم چند کتاب هست هر وقت بیرون لی اکمو و از آنم خدمتی که زور گور کرا و از آن تأثیری که زور زور باشه آن بود چون خون خوندیم تو زور لذت می بردون و از آنم هر کسیش خوند بود یا لذتی می بردون یکی لو کتاب آنها که زور زور مفید بود و از آن کتابی نقش ایمان در زندگیه. نقش ایمان در زندگی بنای عربی که بنا ایمان و الحیات تألیف دکتر یوسف قرضاوی و کسی بنای دکتر ناصری ترجمه کردو. دکتر ناصری دکتر کلم تهرانه انسانی که زور توانایی کاری تخصصی لکاری طبی پزشکیه ولی پی خوش به وقت خوی ام کتابه ترجمه کردو چند سال ما پیش ام کتابه به حد کتابی که من نظری من باشه هر کس بخونه تو مخصوصا جوانان بخونه و کوبلی خوی ادوازه تو چیپکا یعنی جهت دا به انسان ام انسانه چی چیپکا چون بکا بو چی هاتو چی اکا وظیفه چیه یعنی کتابه که زور عظیمه کتابی تریش هر تقریبا شبیه ام مقدار به تفاوته که کتابی عبادت در اسلامه کتابی که تریش لکتبانه که زور زور به نظری من وقت چاپ معنی کرد و مزانی هر مالک حتما دانه او کتابی اوید مخصوصا ام کتابه بو باوکو دایکانه ایج بناوی چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم دو جلده بناوی تربیت الاولاد هی عبدالله علوان ایج کسی که بناوی عبدالله احمدی ترجمه کردو ام کتابه من وقت ام خونده وقت خریق بون امود خوزگاه عمر باقی بایا و نمک ده ام کتب منت چاپ کرده ایا انسان ایسا ممکن چون کسی نخوین بیتو یا مثلا ورقی ده بیتو زور درگ نکرد چند مفیده و چند مشکلاتی دانه مشکلاتی هر ایجی امرو نسراوا اگر او کتب مثلا 20 سال 25 سال لما و پیش نسراوا حقیقتا هر اوی امرو نسراوا یعنی وکو بلی بو هر شوینک تأثیری خوی دعانی لهر منکا كتابي كتيريش كزور زور عزيمة ايش المصطلحات اربعة اصطلاحات شهر قانا در القرآن مصطلحات اربعة اصطلاحات شهر قانا در القرآن ايش ترجمة كي زور خوشة ايش هي ابو العلا مودودي مرحوم ابو العلا مودودية ترجمة كي اساني لخاتمة مترجمة كي خلاص سامان يوسفية كتابي كي زور خوشة كتابي كي زور عزيمة او كتابي شهر نقشي كي اساسي هي براسي لا شكل قرتني بيرو مخصوصاً آيات القرآن المتعددة. أتر كتاباني تريج مثلاً كتابي جورتي لو زمينا ما كتاباني كن كنقش أدم بهني إنسان. كتابي كيج لا واري مثلاً تفسيره بخو ما أزعم تفسير في زلال القرآن. تفسير في زلال القرآن تفسيره ك قرآن جور إرادة كإنسان إحساسه ك بالآخرة. وكو قانوني زندگي روزمره هر انسانك و هر جامعيك ام قرآنه او تفسير في زلاله او رهنماته اكاد كا انسان بقرته بناي قرآن
تفسيرها كان يتر هر كام لبوارك وشيك يتر ولا تفسير في زلال القرآن لحقتها أو بجيها كا جورك قرآن معرفية كاتكا أو قرآن قانوني كي أساسي اجتماعي بوزنجي أم إنسانانا وكو بقي أم مسائل روزمرة يجنبو درجي لقالي حياتي إنسانا مثلا وكو بغيشتاني كي قانون مندي وأمشتان اللي هرولاتك أشتدانين أم قرآني شوها معرفكا كقانون أساسي لا يخوي قورهاتو بو إصلاح أم جامعة بو أم جامعة اللي أم قرآن مشتريوا حقا أم عظمتي أم تفسير جا عظمتي كبوخي والتفسير النوريج كخواج زايد على الدكتور مصطفى خرمضليج كفي زلالة كير أو ترجمة كردوا أيش يعني تفسيره كلنوع خويا وليك جلدة شون حجم كينا ولأسان ترين شواب وفهم القرآن كاري كردوا أم كتب مجموعة كتبانة تر شتاني تريج زورن وازن أم مجموعة كتبانة نقش أساسيا بو و كركي وكو بيجينا خوي نشتاني نشري أحسان وازنم أقر خلاصي هم كتو بيان قوشي أعمانة شتاني كي وكو بلي محتوي كتبا كان أم شتانا وأقر شاهد بلي لبر حجمكي لبر عظمتكي قرآنا شاهد مثلا في زلال انتخابك كان بو أوشتك جناب الفرن ولي وان تريش كم تلو نازان مراسي اي موسى تايسة چن كتبتان شاب كردوها مكو بلي شمارشي كي دقيق الان نيه شنو ما قال بعض كتبان شاب كردو اصلا اسا وقتي خوشي اما وكو استام وسائلي كمبيوتر امشتانا نبوكا كتبه كان دانا دانا وارد كمبيوتر بكني اسا قلب جميرادة چندن ولي احتمال ادم معلم بيني تقريبا 550 عنوان احتمالا قيشت من ارشيو مان هي اما ممكن الدقيق نبيد يعني اشتكى متأخير دسمان بارشيف دسمان بيكردوا اقعد بيني حوصت 800 عنوان بكتير بشوك قوروا خوتان شي اهلي نوسين هن خم خير خم بوصورة تشتيق نزور كم اشتاني كي شكولا شكولا بوصورة تشتيق من نسي وانا خير بوشي يعني علاقتا من نسي اكاد والله اخو ترى قالي هرق انسان هيك كم ترينيني كي شي بيبقى قال وقت يبيد عن شي اتواني اشتري من نسي ولا تبعة نوسين خوي إني كخاص يعني أبي دانيشي بفراغتك ولا شو إنك منابع دوري برتابو دانيشي ولا كراني كإجراء روزمرة ومقص ألم تارنا ألم وزعتها ووقت نادا بإنسان كإنسان منوس إيش تمنوس أي الشعر أهل الشعر وتنام جورش أنا هم نبو صورته نبو صورة ثانية شعرش ألان جاروا رواه وشت زور كم شتكي زور كم لا رواه مجموعيك بعض الوقت اشتاني لمناسبات هاي مختلفة اشتاني كمساوكو خريكا حلشيني يعني كمو تقريبا بين ولي النبو سرطة ارز الشبيع يعني بك انسان شاب يعني كاد نيكا بشكشك ما بينا اشتاكي تشكولا خو ويسا وكا جواي نامك اقاق ناصر اشتاكي تشكولا ارز كردنا وكافية وازان بو اون متوجه بو يا وكا جواي شهرکان اقاق ناصر جنابتان او سفرتان زور كردو يعني بو امن الشري احسان ومانا يعني زانن يعني لبيرتان اتشن ولات قراون وكاروباري الشحسان وكاروباري دعاوي هرشتك بله والله قران وكو بوكاري الشحسان تقريبا ما قبوكو نماشقا كان معرزا كان وكو هم تقريبا مناسبتي بو اللي قالي نشري احسانات شوبين وإلا بو سورة شوينانك شد بو ولاتانك بوكاري النشر اللي قالي تشن سرا هم زمان اللي قالي نماشقا كتبوشتا لقال بعضي اللي نستروشتا إنسان ارتباطي بها أكرد وأكريا مثلا وكو دكتور وهب الزحيلي للسوريا كساني تر وكو محمد قطب بعضي لو أفرادان إنسان ملاقاتي أقل لقال يعني وبعثي كتابة كانوا إجازة قرتن بو ترجمة كتابة كان يعني وليت اللي داخل زور هاتو تشو كاري إما تقريبا دواء أو مرحلة كارزم كردن أتر كاري روز مرة إما حقا بوتا غمخاردن بو أمن الشروط شي بكين شي نكينو مشغول أم كارين اي ايوه خاطراتك يا وكوبلين تاريخي نشي احسن هيك كتاب مكتوب نكردوا يا خاطراتي سفر خاطراتي كاري بلا كبيت تاريخك بو تاريخ نشي احسن خريك انوسن تو نبوه ان شاء الله هو مشغول يشتك مع انوسيو ممكن لو اشتري شهر بخاطراتي كر ببيت بلا شن وشي كرت بوتنوع على خدمتنا عليهم مو شكرت انا بزانم چی وزنت انا دت کسو یعنی لو شکی کرد په نصیب کن فقه بو ام شانه که فقه چی دی وزنت انا یعنی مش کرد شته کی کرد بلن یعنی مقابل فقه
ناسيبكي آه. معرفي بكي والله هي من وازن لفتنا كان اگر وكو فرمايشك دوست او دوستمانه نبيت كفرموي تكرارا وازن دوباره تكرار بكموا يعني خوشويسترين كس بلا من وفقيه وازنم او فقيه كمن بذات تعريفيه ولا تقدرين ما لا منو خوشويسترين كس هو بفقي ملا ملايش هربو تعريفة هربو تعريفة كأيكم فقيكا كأبتا ملا بوجوراك عرضكم أبيج محبوب ترين كسا جايقاي منزلتي ولا أوجي همو جايقاي كرد كردو كردستان كردو كردستان خزقاي خزقاي أو كردو كردستانا أوي والد لو دريماني صد بكرد أو كردا کله پیش عاشق اسلام و اواتم اوایا همو کردک حتی اوان شک فکری دینی یعنی خوزگا خوزگا به خوزگا او محبت و الفت له بین یانا خوش بو بوایا دین دارکان هیچ بچاوی کی رحمت و خوشی نس به کسانه ک و مقدار و کوبریات تورا و یا دور له مسائل دینی خوزگا دین دارکان هیچ هر بو چاوی محبت و خوش بو اوان واقعا اونده نسبة بالدين نسبة بالدين داركان وها بو صورتك إنسان أبي سيتو بعض وقت بيجدد شاهد إسرائيل الحمد لله وان نبد خزقاء وان جوان وان خزقاء أو ألفة محبة اللي بين الكردة دروس ببو عياو كأواتي همو لها كمان بانغوازي إسلامي دعوت أترخو بانغوازي إسلامي أوشتك لقل حياتي إنسانة أبي ببيت همو إنسانك مقصود إنساني كي مسلماني آقا لحظات زندگی به بانگواز به اما بانگواز دانشتوین نان خوردن بانگواز مسافر کردن بانگواز گشتی مادام هندف دار به گشتی بانگواز دعوت زور زوره مقصد ام کاری او گورترین بانگواز قرآن قرآن قانونی اساسی حیاتی انسانکانی سرزوی لو رو جوا پیامر خوا اعلامی کرده تا آخری زمان نشر احسان نشر احسان خدمت گزار و احسان کری دعوتي الدينية بچاب كردني كتبكاني مناسب اگر خواه توفيق بداو إخلاصي تيابد اما بتوانين وازانم خدمت گزاريكا بو جامعة اسلامي ومخصوصا بو جامعة اهل السنة وكردواري ايران موسى ايو زياتري كتبكان تان بچه زوانيكا كردية يا اما كتبكان من زورتر باعتا وجبهمك لأولوا حقيقة لبداية كاري ايما جامع کردواری ایرانی ایما زورتر بزبانی فارسی بلد بون بو خندن و نوسین لم اخیرا و اخری کم ورده ورده مقدار کردی خندن و کردی زانین و کردی خندن و بو تباو پیشتر کتبکان ایما لبر و که مخاطب کتبکان ایما زورتر فارس بون چل ولاتکانی مثلا زایدان و سیسان و بلرسان و منطقه جنوب و خراسان و کردواریش و که استنبو ایما زور به کتبکان و مزبانی فارسی بو اما خو کتبان کردیش من بو و الحمد لله نسبتا و خریکین کم کم لو بارچا اگر بتوانه خواه توفیق دا مقدارک پیش بشین ان شاء الله ماسا جنابتان وکو ماسایی که هم ماسایی که آینی هم کسی که ایشو کاری فرهنگیتان چنها سال کردو و هم لکارو باری سیاسی کردوسان بون و لگل خلقی کردوسان استشا با هم هل ارتباط هایی و میجوی کرد و اسلامیش بباشی ایزانی پیوندی اسلام و کرد چون لیک ادهی و چونی ابینی بیکو هل لیجو تا بیست براسی و ازانم کرد و اسلام لیک جیانین اسلام و کرد لیک جیانین هل لو سردمه تا استهر وکو یک بون هر یک بون کرد مسلمان مسلمان اسلامی کرد اول تاریخ مشخص هاتوه و وکو له نه پښوهان چې اشاره مان کړ شخصیت هاي ديني کې خدمت ام کوردیانه کړو کوردیانه کړو زورتر افراد عيني بون دیندار بون دیندار جا کوردیش اگر بعض وخت شتانه کې بیگانه بشویک تاثیر نه او تاثیر بعض افکارک ام بیگانه جوازه دروز بوا جوازه دروز بوا و ازانن به مقدارک بررسی او تجو تحلیل ومقدار بنزيق بونوي افكار وفزايك مناسبي سياسي اجازه بداك افرادي لاينيري ديني
وافرادك بتوجهن لقل مسائل الدينية وأذان الدين مثلا مخالف بعض المسائل أجر بيته فزايك سياسي زميني مساعد ببون نزيقونه وأذان بالنتيجة كي زوري نقاني زور نزيق من ليكو لنتيجة ممكن نعلم صدر صدهم وكردك وها وكوبلي ديتنا ميداني مسائل الدين وأمانة يا برعكس كيشي من وأذان من زيكي أو نخش أبي أجر فزايك خش بيك إن شاء الله أيش بيه أو نخش أبيك حد أقل حد أقل أو دشمنيك مثلا أوائل إنسان أي بيستو استاكت مقدارك كم رانق بوا رجل لرجان ديتا برنك إن شاء الله دوستي ومحبته ألفت جاء أو أقريد إن شاء الله أقل ما سابين سر نشتكي تايبتي تر كبهري إسلام بو قيبة كل وكو حجة برا جنابتان كخوشاني كيب لأ پرورده كراوكاني حجري كندستان برا جنابتان حجرة چه خدمتی به دین و فرهنگ و زوانی و ملتی کرد کرده؟ وازنم ام سؤاله زور کراوه لفرادی زور و متخصص و لم زمینه من بوم لزور لمناسبت کانه بزرگداشت گراوه با من بزرگداشت گراوه با من مصاب برزکان و موزگار کن امشتا جواب دراوه توا و که بجی سؤاله که زور بپسراوه جواب که دراوه توا که حقیقتا حجره لعصر زمانه که هم بکوبلی مدرسه کی مدرسه بوده جامعه بوده دانشگاه بوده دادگاه بوده بالاخره یعنی وکو بود جامعه الاصاف بوده که توای مشکلاتی او مردمی دورو بری خویا لو حجره که واقعا ما مستای کی تیابو او ما مستا کاری تقریبا وکوبلی لهمو اشتكى وكبر في اختلافات المردم لقال مشكلات المردم او حجره حقيقه جايك يزور قريب ولا تاريخي كردواري او مخصن لكردواري كردستان ايران والعراق بغري وازانم هر اوك عزم كردي حجره بعمومكي ما مساكي هم مدرسه بوا هم دادقا بوا هم بعض وقتك حالتك اتواني بلي بزشكي جبوا مثلا كبران نخوش كوتوها هاتوا لا مع مساكة ممكن أو مع مصاب بشه يا كتبي كيبوب بعص الدارو كي قديمت يا أبوه يا حتى أجن نجبو ممكن بدعاء خن نج مثلا من آية كابشتكا هر نوع الروحية أو شخصية قانع كردو بمكة أو فردا بالآخر رعزيبي بشه يعني واقعا نقش حجر نقش كيزور جورا بوا حقي بجردني همو كسيك وها يا حجر وفق هلا جناب تان للسرتاي خوين دنتانو كلا حجرا جوربون هتاب أمرك مديري نشر إحسانا ويكك لا نوراني اهل سنت ايران لاندامي يكتي يك لانداماني يكتي زنان اسلامي يعني زور كسناسي ولا زور كسا حلس كوتبوا زياترين كسك في معجب بي وتاثير اللي ورقتك كيف نران بب انسان باش انا نبا باش بيليت برزيك نبا والله من لما بالترتيب بالترتيب الترتيب آخر ممكن ترتيبك إيش فرقي ببيت من لما مصاني الجورة مصاني الجوري كل خدمتي أنا درس من خندو ويا درس من خندو خدمتي عن جيشتهم تأثير جزار ترين الفرد لسر حياتي من هذه مسائل الروحي مانيو مرحوم حاجة مصيبها أبوه أما لما مصانا لأنه فقياني هم دم هذا الزمان هذا دوراني خمانة جورة ترين كس كتأثيري بوبومن كحركات وسكناتي درس بوبن بومن قصي درس وبومن نمش خندين درس بوبومن مرحومي كاق ناصر لا كسانك كلناوي حركات إسلامية بشريك تأثير جزار بون لسر روح ورواني من وفرل لزتم لبردوا وبين معتقد من اعتقادك إيماني الروحي لك سلاح محمد بهاء الدين أمس نفرا للحازي مسائلي روحي وإيماني مخصوصا أمشتانا نقشك أساسيا بوا لحياتي زنجمنا ترى مثلا قرأت أبو كسان ترخو كزور ولين نقش أساسي زور أمس نفرا تأثير جزار بولنا سبينا سر شيكي تر لجياني جناب تاو كشارمان بيدا چند دفع اندامتي لا يكتي زانايان چون بون با اندامي ام يكتي
و کسانی که ترکهن لو اندام شوازی هال برجر نکن چون البته ما چند سال ما پیش اعلام کرا جمع یک دانشتون که با سرپرستی جنابی دکتر یوسف قرضایی خواه حفظی که و مجموعه یک لآگاهانی دینی و مسائل دینی دین لولاتی لولاتانا بیرون کرده تو که جمعیک ما مستع به یک جنب نو اگر نظر نظراتی که فقهی مشکلاتی که دنیای اسلام رو بده بتنها بحثی یک نفر و دو نفر و چند نفر نبود مجموعه که علماء جهانی اسلام کوب بنوا خلاص اواک تأسیس بو او هنا وقت التأسيس بو طبعا ممكن الأول وابا جلساتك كم وبتعداد كم دواء إعلام يشكرا هالكس يعني وكبلي أعزاد أجر كسانك بتوان المشاركة بكن لو جلسة قاعد مؤتمر أجرن أجر كسان بتوان شركة بكن وأخوان بتوان أندام من لو اتحادا هج منعت جنيو أعزاديك هي أبو كسا إيمج مجموعة لإيران على جلسة أولها مرحلة أولها كلا استانبول عجیره ل ترکیه بو مجموعه لم ایرانا اسم مجموعه کد دقیق شاید مثلا لو مرحله اول آذانم شش حال نفر بون دوایی مقداری مرحله دومی شاید تعداد بود پانزده شانزده نفرگ ل ایرانا ل نای تقریبا مناطق مختلفی اهل سنتا ل جنوب و ل منطقه استان بلوچستان و ل کردستان زورتر ما مساکن مجموعه شرکت یعنی کرد بنا عضو اندامی او اتحاده لحقتها أو اتحادها شرائطي كي خاصي نيه بلي نفره كي خاص مثلا بلي يا انتخاب بكري يا هل بجريت قزينيش بكريت اشتيواني يعني هر انسانك احساس بك عدل صوزيك الديني نشان بداو آقايه ديني ببيت اتواني بشي مشاركة بك لو جلساو عزويتي كي عزويتي برداع دكاتو لهر چوال صالة يق مرتبة هو أبزانم كونغرا برقزارة كانو او افرادنا كاتشن شركه دكن ممكن يا وكو حضور يا ابيت اندامو هميشه حضور بياكا هر وقت كيش بيبكري حضور بيداكا اجا انا مؤسس زمانه كي او اتحاديه هنوزج بو صورتش لبعض شنو كشكلي نقرت لبعض شنو كشكلي قرتو ممكن هنا اتي كان تشكيل دابه ما سي كان تشكيل كما ان كي لكردستان عراق وازن كراوا فلان ليرا بخاطري بعض مناسبات وجو وزعيت اعراف انا اشتريك بو صورته نكره بمتفرق افراد علاقه مندن وبعض كي عزون ممكن الان ده تعداد كي زورته بتوان شتكت بكن ولا عنديش اشاد بكري بالشريك لريش مكوبلي مثل جايك بتشتك بمكوبلي مكتبي او هنا ما سا يجي لي كان كلم من تخيخو معنا بتايبت كسانك و اخوان بسردمداري سوزي نتواتي زانن ليك الشاهد عيسى جورترين شخصيتي عالمي إسلامي كلا جورترين وسلوكي أو يكتي أبو جنابي دكتور يوسف خرزابي أبو وقلي هل ليك راوي ولزوري كلا شخصية عينية كان وقلي يك راوي كرد وكون نتويك مسلمان لطول تاريخه دسكي بعلاقه حتى كسيكو إمام محمد غزالي عليه كلاكي دين نصر أسيكس بيا دربو ونفوتاي كي عمودي بو كي دينوري كي كيشان شعر زوري بو يعني أتاو حدا كرد خزمتي بإسلام كرد بلام لمعانات وكيشكاني كرد إما أبينين كمتر يا إسا أم يكيتي يا مثلا إسا أم همو كشتو كشتارة لكردكاني مثلا كردستاني تركيا أكري لملا لولا ويا مثلا صالاني بيشوال لحلبجو لكردستاني عراقا بلام لماي إسلامي كشاوروان ليان شاورواني أكراكا موضع جدی که هم ببی، ولیم همویان ساکت بودن مقابلی که شکانی کرده. جناب تن اما چون تحلیلی اکن. والله و حقیقت که انسان ببیله، من وازنم عالم اسلامی تا امسر دم جدیدن خریکه مقدارک معرفی اکری یا کرد خوی نشان دا بداخو بداخو عالم اسلامی با صورت که نسبت بشتان تر توجه کردوه. و واقعیته که انسان بله نک انسان بیشاره تو باوجود که لازم به توجه به مسائلی کرد نکرایان یعنی و کبلی لمعاناتیان مشارکتیان حد دقیق علامه بدن جرایان حلب جاشتانه کتر آمشتانه باوجود که لازم بید باوجود که لازم بید نکرایان ممکن استانی که متفاوت کرایب اما نقصه اویکه لذعفانه ابی ترمیم بکره ابی کار لسر بکره
واقعا نقص كرؤكات همو عالم إسلامي ومخصوصا ما مصاغور كانوا سردم داركاني عالم إسلامي نسود بكرد شاد أجر بلين الناس رايخو بانية يعني قبول ناكره كم ترخمي بوا بشوي موسى جنابتن يعني براسي يكيتي اتحال بين موسى كان نل موسى كان لهر سنف كاكبه هو يبيش كوتنا ايا ايوا بوكو اندامي يكيتي زانا يعني هيج لبيري اوانين يعني كاري بوناكن قانونا رسما شلون يكو يا لتريفي اتحاليو بتوان يكيتي هي زانا يعني اهل السنه يا يكيتي زانا يعني كردستان دروس بكن والله وقطعا بحثي لك راهو ليش اكري ولی خوش تان زنن یعنی همو شنک همو ولاتک یعنی ابی شرایط و زمین مساعد به او کار بکره ممکنه بعضی مشکلات و گروگرفت ببه ولی او ولی بیری همو کسی که او شت بکاتی و خنقتا اگر او ببه کاری که زور مبارکه و قطعا کاری بکره و بالا کار اکریت و بوش کرا و انشالله لعندش خواه توفیق بده انشالله نتیجه بگیره. سش چند پرسیاری سرکی و وکوبجی اساسی و ناخی درونی جناب تانکین و کتایی به برنامه کمان یارین دورترین افتخاری جیان چیه؟ این سوالانی سخت که جنابت دورترین افتخاری جیانی من بخوم یعنی فخری پیوب کم اولا استغفر الله من قول بلا عمل اما لخوای گور دا کم کاوش تانا یلیم عملم پنه کردون خو ان شاء الله بم بخشه و وقت انسان چه بشوینه کا با سرزویه کا یعنی نو باغو زویزاره کا قطعا برق در خودال چه سبب به انسان او انسان مبتلا بیت لحیات و زندگی هر انسان که لغزش های کی دینی روحی پشت بو انسان مبتلا آبد با گناه بشتانی کتر اما رأفت و رحمتی خواهی گوری لوایا که انسان اگر چاکی کچی کرد او خرابکی انشاءالله بلطف و کرمی خواه پاک کاتوا اتبع السیئت الحسنت تمحوها امیشه لدوای خرابکی چاکی بینه انشاءالله او چاکانه پاک کرده و با مجموعه که من تماشای خوام کم و حیات خوام کم و کارانه که اشتباه بونو گناه بونو و مقایسه بکنم بخوام و خواه خوی از آن چیه بخوام مقایسه بکنم بیری خوام کم خوام کم قاضی بخوام و از آن مشت مثبت کان که با وسیله من انجام دراون نجم من انجام داون مشت مثبت کان با وسیله من انجام داون باشترن زورترن لشتکان کل لغزشو زلات بوا و بی وقتی بیا کمو و ازانم گورترین فخر و افتخار اوه که اوشتا وقت مقایسه بکره الحمدلله بخم و ازانم انشاءالله لخواه گوره دعوه کم لخواه جهر وابه اوه کمن و ازانم اوشتا جید الخوشی با وقت بیا کمو کاری نتواوی جیان بچی ازانی حزکی یعنی تا ام ماوی جیانت کماوه يعني چی بناتاو ازانی که ابی بی کی و نت کردوه اخر بعضی شده ام جوابی سوالانه بعضی کن راست گره و ازانم نهی وکو بیجی کانال کی تلویزیونه نه شیشتی که عمومیه اما نشتانی که نوعشتانی که خاصن اکریج انسان جوابی نداتاو ولی ما ازانم گورترین شد که بخم بخم و ازانم تأیسش پی نگیشتوم وزور حزكم بيبقيم بيبقم وياك إنسان بتواني بتواني بقعد الدرجة ك أو نيجا واقعية أو نيجا واقعية ك بالآخرة خواي جورات تعريفي كردو بعمر خوا عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا باش كان جمان داون ومخصوص من يقلوش تانك بحسي كا جناسرة كم بحسي نيجي كا جناسرة وقت أم كا جناسرة وقت نيجي أخند من تماشى ما كرد جام من سوى تولانية عرسان كم كاجناس بس أتي تشيبو تشونبو مشكلاتي بول نوش خند نوش تام مدة تيك من وكو خدمة جزارك لخدمة يا من بدأ زوج قرت نوشد أم بيا وقت نيتي أهار بني جون نيتي أهاي نا شو نا نوجكا تماشى هذا كد أصلا وكو أبلا أم جسما يلم عالما يعني بحدك غرق بولنا أو نوجا
اتر واقعا انسان يكي لو اشتا قورانا كمن لذت ملي ابن لفاق ناصر او مثلا نجبو زور فرق بولا نجي كساني كترا جا من اواتم اواتم اوياك رجل رجان بقم بو النتيجه بوشتا كبتو عن نجي بخنم لذتي لي بم خوش بين نجاك او نجا واقعيه وزور مهم ابو من برنامه كان دهاتو نشر احسان شي يعني ف اكو مجدي بيدي ببين الان شي برنامه هاي كي باشتان لدسه برنامج منظور تان لشاب كتبان والله هي بعض كتب هي حقا اقر خواتو فيق بدا او كتبانا بين برهم وامادن وجازي شاب بدل نو شاب بكر وازانم عظمتك كشتيكا بعض كان لو شتانا كتبكي المعتمد في الفقه الشافعي هي الدكتور محمد زحيلي نقدوت وهبة زحيلي الدكتور محمد زحيلي بنجل كتبه هذيك الترجمة بوتو تقريبا حرف شيني أكري أو كتابة لفقه شافعية نموني فقه جديدة شن واقعا بالتحقيق وهم مشتكي وتواب ورقي المشتكاني غير نقشي أو كتابة زور كتابة عزيمة لفقه شافعية شاد بفارسي بتدوري شجلدك شاد زياتريش شتاني ترهن فكرة كم أقر كفاعت كان بم هنا أوان تر لما قورة ترن تا إن شاء الله وقت خوي من باشترا بمين إن شاء الله بقو موسى جان زوزو سپاس اکین که درفت پیداین لچوار القیم توالیه لخزمتی جناب تابوین اکل که من ورگرد براستی مخوم لفرمایشکانت لسرگزشت و بیروری و راو بوچونکان سبارد بوشت جورا جورانی کلی راو رو جن من و بس من لکرد ویزو تشکر لجنابت بخصوصا ولا هر هاو کارکانت و هر کسی لو کارا هاو کاری جنابتا حقیقتاً من تشلد ناخي قلب وتشكرك موازنم يسبح سن نشر احسان مع انكردو من كم مؤسسات جرا وجرب من مؤسسات خيريه وكار وفلان وفعاليات هر كسي بشري فعاليتك من وازنم ام فعاليه كاري وزرزر قوريا يعني كانالك تلفزيوني اسلامي خدمه جزار بو جامع اسلامي اشتكى يعني مقاسناك اللي قلشتاني كترا چون مكو لا ولا عزم كردي وسيله دعوات بيشتشتاني كم من يكتب ويا سخن رانيك بوشتانك بو إذا أمكن الله كإذا ما دانشتون درا بس جدول جناب تاقس أكين أو ممكن وأنا كأشتاني كمفيد بن ياشتاني مفيد ترك سان إنجام داون عالمك استفادة لي أكين دعوتك عامي بين المللية يعني بلي منحسنية بمنطقة خاصة آسماني أو كخط في مكان آسماني لا آسماني زوية استفادة لي أكري من تشكر تان لي أكم دستان خوش بيت كارك باشا كارك عبادية وزليك الدعوي باشا أتر هركس لروج قيامتها بشتيجي دعاي شفاعة أكال خدمة پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام يكي تيجي يا رسول الله من ريال صالحين متشاب كردوا كتاب حديث كاني تم ترجمة كردوا بخشم كردوا تو بهزاران حديث هم هنا بالشفاعة بيك بن بشكو شفاعتي بيت النسيمان تنام دلي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ميج هاتو شم كردوا أو ما موسى أم ما موسى أم شوين أو شوين مصاحبه ممكن لك الان لبر او دعوتي ديني بلا بيتو او منج او مكدوته وسيله هنا بالشفاعه خويا علي من رازي بي لخويا غور دعواكم لهم من رازي به خو عاقبه خير كان كان وكل ان شاء الله كعرض ممكن دي عاقبه خير غور ترينشته خو عاقبته هم لك من بخير بجار ان شاء الله سباس بنراني عزيز وخوشوي سباس وما لايتنا كاين كبدل فراوانيه هي زورو لا ام برنامه لخدمتنا بینو میوانی مالکان تن بین هیوادارم که ام تو یجانه لقل ما موسا عبد الرحمن یعقوبی جګر زامندی و کلب ورګرتنی همو لایک تن بوبه و درجدانی برنامه کان من خدمتک به و گلی کوردو عینی پیروزی اسلام همو لایک تن تا برنامه کی تر دیدار کی تر بخوای میری مزن اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته